السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ الاسلام كرم المرأة في كل نواحي الحياة، ومش زي الاشاعات اللي طلعها الغرب والملحدين ان الاسلام احط من المرأة وقلل قدرها. لا، الاسلام اعلى شأن المرأة في اعلى درجات التكريم. وتعالوا بينا نشوف قصة السيدة العظيمة اللي معانا النهاردة، قصة اسماء بنت ابي بكر. تعالوا نسمع قصة اسماء بنت ابي بكر وليه النبي صلى الله عليه وسلم اطلق عليها ذات النطاقين، وايه اغرب وصية وصيتها اسماء بنت ابي بكر قبل ما تموت. يلا بينا نسمع قصة اسماء بنت ابي بكر. بس قبل ما نروح نسمع، اوعى تنسوا السبسكرايب واللايك والشير عشان نوصل لكتير، وصلوا على الحبيب عشان قلبكم يطيب. اسماء بنت ابي بكر هي بنت الصحابي الجليل ابو بكر الصديق صاحب رسول الله، ومن اقرب المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الاخت غير الشقيقه للسيده عائشه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وارضاها. واخوها غير الشقيق هو عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه. اتولدت اسماء بنت ابي بكر قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم ب 24 سنه، وكان في الوقت ده سيدنا ابو بكر عنده 20 سنه يوم مخلف أسماء بنت أبي بكر. ستعذبين. لقد أسلمت يا فارس. لن أستطيع إنقاذك منه. لقد أسلمت يا فارس. السيدة أسماء بنت أبي بكر من أوائل الناس اللي أعلنوا إسلامهم ودخلوا في الإسلام. دخلت بعد 10 رجال كانت بنت أبوها، زي ما بيقول المثل بالظبط، ومش هيخلوني أوصل بيه أبدا ليكم، فأنا ما عنديش غير إن. فقال لها سيدنا أبو بكر الصديق: اقطع النطاق نصين، حط في نص الماء وحط في النص الثاني الطعام. وبالفعل نفذت كلام سيدنا ابو بكر الصديق وشقت النطاق وحطت في نص منهم الماء وحطت في النص الثاني الاكل اللي محتاجه النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر الصديق، وربطت النطاقين دول على وسطها. واول ما مشيت وشافها النبي صلى الله عليه وسلم وهي جايه سماها بذات النطاقين، ومن هنا جت تسميه السيده اسماء بذات النطاقين من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هو اللي اطلق عليها ذات النطاقين، وده احسن شرف واجمل شرف ان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق لقبه على شخص ما. ما بالكم بقى بسيدة، وهي اعظم سيدة وبنت سيدنا ابو بكر الصديق، سماها النبي بذات النطاقين. طيب، السيدة اسماء تعرضت لمواقف كتير واذى كبير جدا من المشركين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر. راح مرة ابو جهل على بيت سيدنا ابو بكر وخبط الباب، فطلعت له السيدة اسماء فقال لها: أين أبيكي؟ فقالت له: لا أعلم. فضربها على وشها ألم طير الحلق من ودنها. لعنة الله عليه أبو جهل. الويل لك. لم يرهبني شيء وأنا على دين الحق. زيد مولاي، قد أزيل عيني لك زشت. سمعا وطاعة يا مولاي. ومن المواقف العظيمة والنبيلة للسيدة أسماء بنت أبي بكر، في يوم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق، دخل عليها جدها البيت وكان كفيف، وكان جدها لأبيها أبو بكر الصديق، فقال لها: هل ترك أبيك شيئا من المال لكم؟ قالت له: نعم، ترك لنا مالا كثيرا. وخدت إيد جدها وحطته على حاجة تشبه النقود كده، فاطمن إن سيدنا أبو بكر سايب لهم فلوس. ولكن الحقيقة إن سيدنا أبو بكر ما كانش سايب فلوس أبدا في البيت، لكن هي من عظمتها ونبلها وأثنى عليها وعلى موقفها اللي هي عملته معاه. هي وصت بحاجتين غراب جدا، وأنا مش عارف بصراحة هي وصت كده ليه. الحاجة الأولى قالت إن أنتوا تجمعوا ملابسي كلها وتحرقوها، وما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير عشان نوصل لكتير، وصلوا على الحبيب عشان قلبكم يطيب. سلام. الخطوة تتبع خطوة وطريق الظلم سيطوى ويشق سبيل النور لفجر الدعوات.